ان هذيك المياه اللي الان كيموتي غير صالحه، لان التكنولوجيا غادي تطور. هذه المحطه دارت اكثر من 20 سنه، هذه المحطه اليوم محطه ديال العديمه اللي تخدموا ديال المعالجه ديال العديمه، اليوم كاينه تكنولوجيا جديده اللي هذه ما كيتشرب كاع ماشي غير السخي. لهذا في 370 مليون درهم كاينه واحد مكتب دراسات يعني بالعلاقات الشخصيه مع السيد الوالي، انه جا خدام على دراسه وراه تقريبا جاهزه غادي يعطيها لنا، ان كيفاش غادي نستعملوا جميع المحطات، ليس غير هذه المحطه راه بركان. وتشوف هذاك الماء اللي كاين ما تصورش في الناظور، هذيك المياه العاديه عندكم الحق، هذيك المياه خاصها تستغل. هذه 370 غادي تكون لهذه المشاريع بهذه التقنيه اللي هناك دول معروفه في هذا الميدان هذا اللي سبقتنا واللي غادي يستافدوا من هذيك التكنولوجيا ديالها. وهذه ان شاء الله غادي يكون في الشهور الاشهر القادمه تخرج اولى الصفقات، وهذا غادي يكون نموذج باش نطبقوا على صعيد الجهه. راه انت وليت الخطر اكبر من وجده بركان، راه المياه كتمشي للبراج، هذيك المياه اللي فيها لي ديشي تاع الزيتون اخطر. تخيل راه الماء اللي كتشرب به الجهه هذه واحد النهار تموت، اللي الجهه ساهمت في هذاك المشروع هذاك. هذا مر